من الإعلام إلى العمل الأكاديمي إلى عالم التمثيل إلى رئاسة أعرق مسارح مصر، رحلة بدأها الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي من جامعة القاهرة عام 1986 بحصوله على بكالوريوس الإعلام قبل أن يكمل السعي نحو حلمه في التمثيل بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية. حصل الشيوي على بكالوريوس التمثيل والإخراج بتقدير امتياز عام 1991، ثم دبلوم الدراسات العليا من قسم الإخراج الدرامي عام 1993. وبجانب المسيرة الفنية أكمل الشيوي مشواره الأكاديمي بالحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه قبل أن يتولى التدريس ويشغل منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية. وعلى الصعيد المهني عمل الشيوي خلال مشواره مخرجاً للأفلام التسجيلية والدراما بالتلفزيون المصري وقطاع الإنتاج والهيئة العامة للاستعلامات، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، أبرزها فيلم همام في أمستردام ومسلسلات الخواجة عبد القادر والشيخ العرب همام والنهاية وقابيل وسر الباتع في شهر رمضان الماضي. وعلى المسرح القومي قدم لعدة سنوات مسرحية الملك لير، ومؤخرا قدم واحدا من أهم أدواره في مسرحية شارلي شابلن. في المجال الأكاديمي تولى الدكتور أيمن الشيوي عمادة كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر والإشراف على وحدة أكاديمية الفنون بالإسكندرية كمختير عضوا للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة. وحصل الشيوي خلال مسيرته على العديد من الجوائز، منها جائزة مهرجان سيراكوزا وجائزة رفيعة من مهرجان سيشيليا المسرحي بإيطاليا.